بسم الله هندخل في الفاركس، واحنا زي ما احنا فاكرين من زمان قوي، يا زمان زمان، يا كان في الفاركس ده بيتقسم لتلاتة. اول واحد كان النيزو فاركس اللي ورا النوز، بعد كده الاورو فاركس اللي ورا الاورال كافيتي اللي ورا بقي ده، وبعد كده هنا كان في الهايبو فاركس. دول التلاتة بتوع الفاركس. لو تفتكروا من النيزو فاركس كان في حاجة اسمها ادينويد، وكان في حاجة اسمها فتحة الاوستيكيان تيوب خدناها. الاورو فاركس لما تفتح بق العيان كده ها وتشوف جوه، تشوف بقى اليوفلو السوفت بلت وتشوف التونسل وهكذا. طب احنا هنبدأ بايه؟ هنبدأ بالانفلاميشن. كلام سهل، كلام معروف من اولى كلية، مش محتاج ان انا اطول فيه خالص لان الكلام بديهي، كلام بيتقرا لوحده، معلش يعني كلام انا اشرحه كل حاجة، بس اللي انا عايزه هو الفيديو مش اكتر. ممكن قراءة سريعة بعد الفيديو، لان ده كلام انت حافظه اوريدي من زمان هترجع تفتكره. بس انا لو جبت واحد اصلا من الشارع دلوقتي، طلعت فتحت الباب وجبت واحد من الشارع من قفاه كده، هيسمع لي الانفلاميشن اوف الفاركس من غير ما يقرا اي حاجه، واحد مش في طب اصلا. الاكيوت، الاكيوت والكرونيك. طب ما دول تقسيمه الانفلاميشن عادي. طيب انت عارف ان الكرونيك بيتقسم ليه نون سبيسيفيك وسبيسيفيك. السبيسيفيك ده بيعمله اورجانيزم معين انا عارفه، يعني اول ما اشوف اورجانيزم كده اقول له اه تعالى ده انت سبيسيفيك انا عارفه. نون سبيسيفيك وده ما بيعملوش اورجانيزم، بيعملوا مشكله تانية. طب ايه اللي يعمله؟ اسيديتي، اسيديتي، واحد عنده ارتجاع في المريء. طيب الابيثيليوم بتاع الفاركس هل يصمد امام اسيديتي اتش سي ال الاستومك؟ لا عمر، فياكل الابيثيليوم بتاعه يعمل انفلاميشن. طيب الجرد ده بيقعد كرونيك، فالجرد ده مرض كرونيك، هل هيعمل انفلاميشن اكيوت ولا كرونيك في الفاركس؟ اكيد كرونيك زي المرض يعني، وبعدين ده بيحتاج فترات طويله عشان يبدا يدمر الابيثيليوم. هي سبحان الله المعده مستحمله الابيثيليوم الاتش سي ال ده، الابيثيليوم بتاعها مستحمله، انما الفاركس ما استحملوش. ده مرض اسمه لارينجو فارينجيال ريفلكس، لارينجو فارينجيال ريفلكس. طب الاكيوت بقى، الاكيوت عندنا قول لي الانفكشنز اللي انت تعرفها. تعرف ايه انفكشنز؟ اه دكتور انا اعرف بكتيريا، اعرف فيرال، اعرف فانجاي. اه ماشي اكتبهم مش فارقه معايا. مثلا اكيوت فيرال فارنجايتس زي الكومون كولد وانفكشس مونيوكليوزس والايدز. اكيوت بكتيريال جبهز على طول، ودي اللي هندرسها دلوقتي بالتفصيل وهنطول فيها، دي اللي هنطول فيها. اه ديفيتيريا الفانجل مثلا زي الكانديدا. تعالى بقى اكيوت فيرال فارنجايتس، اعتقد احنا خدنا اصلا الحاجات دي السنه اللي فاتت، فانا كل اللي انا اعمله ان انا بشرحها لك تاني عشان تفتكرها وتسترجعها كويس، بس مش تتعب فيها ولا تتعب في مذاكرتها ولا هتتعب في الفيديو اللي انا بشرحه دلوقتي ده. اكيوت فيرال فارنجايتس، اول حاجه عندنا اكيوت فيرال نون سبيسيفيك فارنجايتس زي الكومون كولد. هات اي واحد دلوقتي ماشي في الشارع هتلاقيه عارف كل حاجه عن دور البرد، تساله دور البرد يقول لك اه ده اكتر حاجه بتعمل فارنجايتس في الناس الكبار دور البرد ده. يقول لك اصل دور البرد ده خلي بالك يا دكتور ده سيلف ليميتد، يعني انا بروح دلوقتي اخد حبات الكونجستال ولا حبات الكوميتريكس، انا عارف ان هي مش علاج للبرد بس هي علاج للاعراض. اه والله انت لو جبت واحد من الشارع هيقول لك الكلام ده، تقول له طب الاعراض ازاي بقى مش فاهم، يقول لك يا دكتور اصل هي فيها الكونجستال ده في ايه؟ انتي هيستامينك وفي باراسيتامول وفي حاجه فازو كونستريكتور، يعني من الاخر يا دكتور بيقلل السكريشنز والحاجات اللي بتنزل من مناخيرك، الرشح ده بيقلله وبيقلل الكونجيشن بيخلينا تنفس حلو ومسكن للصداع والحراره. تقول له ياه انت عرفت كل المعلومات دي؟ يقول لك اه ده احنا جامدين قوي. والله اي واحد من الشارع هيقول لك الكلام ده، فبالتالي يبقى المرض اللي هو بتاع الكومن كولد ده سيلف ليميتد، ثلاث ايام وبيروح لوحده وبيروح لحاله. بيعمل ايه؟ بيعمل شويه راينايتس، شويه التهاب كده في المناخير مع شويه ساينوسايتس
مع شوية فارنجايتس بس. الفيروسات بتاعته RBC رينو فيروس برا انفلونزا كورونا فيروس. كورونا وكلنا شفناه، كلنا كوفيد عرفناه وكلنا اتبهدلنا بيه. يبقى عندنا الكورونا الكوفيد اول حاجة لازم تكتبها، برا انفلونزا ورينو فيروس. برا انفلونزا من اسمه انفلونزا، رينو فيروس من اسمه برضو رينو يعني مناخي. ار بي سي دول الكوزيتيف اورجانيزمز. كلينيكال بيكتشر، وجع زور زائد فاهم، يعني ما تقعدش بقى تقرا الكلام ده، مش عايز قرايه للكلام ده. بص كلينيكال بيكتشر اكتب عليها بالبديهه، بالبديهه يعني انفكشن، تقول لي على طول فاهم فيفر انوركسيا هيديك ماليز. زود عليهم بقى هم فين الحاجات الانفكشن ده، فين في الفاركس، يبقى زود عليهم سور ثروت بس، انتهت. ما تقعدش بقى تقرا وتحفظ بقى، فاهم زائد سور ثروت. طيب الساينز يا حبيبي، الساينز بتاعت الاكيوت انفلاميشن ما وردتش على بالك قبل كده؟ ما قلناهاش 300 400 مره؟ ساينز بتاعت الاكيوت انفلاميشن ريدنس هوتنس سويلينج، ريدنس هوتنس سويلينج. الانفكشن فين؟ في الفاركس، يبقى في ريدنس وهوتنس وسويلينج في الفاركس بس. قريت ولا قريت ولا عملت، هي كلام حافظه من زمان وكتبته. بص كده حتى هتقرا اللي في الكتاب عشان ما تقولش ان دكتور حسام بيقول من دماغه، لا اهو كونجيشن في الفاركس والتونسل والسوفت بلد، واليوف اللي هتلاقي فيها ايديماتس وسويلنج. ايوه ما هو ده اللي انا قلته، ريدنس ووتنس وسويلنج بس. وقولي الاماكن اللي موجود فاركس واللي في الفاركس. التريتمنت بتاعه بيقول لك تريتمنت اوف تشويس هو سيمتوماتيك تريتمنت. لو لقيت انتي فايرال ما تاخدهاش، ما تختارهاش، لانها موجوده في اسئله القصر العيني، وموجوده في البنك، موجوده في كذا مصدر اسئله يعني شفتها كتير. يقول لك ايه الدراج اوف تشويس في علاج الكومن كولد، ويقوم جاي حاطط لك اول حاجه ايه. لا هو مش هيقول لك الكومن كولد، السؤال ما بيجيش بالكومن كولد، هو بيقول لك اكيوت فايرال نون سبيسيفيك فارنجايتس، ايه العلاج الفيرست اوف تشويس، ويقوم حاطط لك اول كلمه انتي فايرال. فتقوم انت سعادتك تختار ايه؟ انتي فايرال. سو علاجه مش انتي فايرال، هو علاجه سيمتوماتيك تريتمنت لانه بيخف لوحده. فبالتالي دي ام سي كيو هي فيها لعبه شويه فما تتلخبطش. انفكشس مونونيوكليوزس اعتقد ان احنا شرحناه برضو قبل كده السنه اللي فاتت. وانفكشس مونونيوكليوزس ده مرض الجلاندولر، مرض الجلاندات، مرض الجلاندات. هو بيجي منين يا دكتور؟ بيجي من استغفر الله العظيم البوس. هو مرض اسمه الكيسنج ديزيز، مرض شمال. مرض شمال. مين اكتر فئه بيبوس؟ الادلت اللي هم الفئه اللي هم الادلت المراهقين، دول اكتر ناس بيبوسوا كده. طيب مين اكتر ناس بتتباس؟ الاطفال اللي تشايلد. يجي الادلت راح استغفر الله العظيم، وبعديها روح لقى ابن اخوه قاعد في البيت. الله يا حماده، بوم 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 بوم، يفضل يبوس فيه من كل حته. يقوم مديله الانفكشس مونونيوكليوزيس جاهز متجهز. يبقى انا دلوقتي عندي برايمري انفكشس مونونيوكليوزيس او ابشتاين بار فيروس ممكن يجي في التشيلدرن. ليه؟ لان التشيلدرن بيتباسوا كتير، الاطفال بيتباسوا كتير. فعشان كده كان في ضجه من فتره، يا جماعه ما تبصوش العيال الصغيره من شفايفهم او من بقهم. يا عم عندك خد هو بوسه من خده، مش لازم يعني، هو خد الطفل وخلاص. بوس الطفل مش بافوره. ليه؟ عشان ما يبقاش عندك انفكشن زي انفكشس مونيوكليوزوس زي ابشتاين بار فيروس وتنقله له. فعرفنا ده المرض بصراحه لو واحد عنده ابشتاين بار فيروس واقف قدامي مش هيعديني قوي، مش هيعديك، لا مش هيعديك.
العدوى عن طريق كميات كبيرة من الصلايفة، وبالتالي طلع عليه اسم الكيسنج ديزيز، كيسنج ديزيز. يجي برايمري في الأطفال، بس هو مور كومون في اليانج ادلت، في الفئة اللي هي المراهقين. هو الحقيقة سيمتوماتيك، سيمتوماتيك ممكن يبقى برايمري في اليانج ادلت عادي، مفيش مشاكل، بس هو ممكن يعمل انفكشس مونونيوكليوزيس في 50% من الناس اللي بتتصاب. يعني انا عندي 50% عدوا دول، خدوا السكة ناحية الاسيمتوماتيك وما حصل لهمش حاجة. طيب في 50% تانيين بقى اتبقوا خدوا السكة دي، السكة دي بقى ناحية ايه؟ الانفكشس مونونيوكليوزيس دي ناحية المرض بقى. يعني في 50% عدوا ما جالهمش حاجه، و 50% جالهم انفكشس مونو نيوكليوزس. الانفكشس مونو نيوكليوزس ده دكتور عباره عن جلاندولار جلاندولار جلاندولار. اهم حاجه في جلاندولار دي، كلمه جلاندولار دي هي السحر. بس انا هقول لك على حاجه، انت كل السيمتومز ده هتكتب لي عليها من فوق فاهم فاهم، بس فاهم فيفر انوركسيا هيديك ماليز، ودي اعراض اي انفكشن في الارض كله، اي اعراض اكيوت انفكشن في الدنيا. طيب اللي انت هتنساها بقى جلاندولار، انا مش عايزك تنسى جلاندولار، فتكتب لي فاهم زائد جلاندولار، فاهم زائد جلاندولار بس، مش عايز حاجه تانية. يبقى اللي فوق كتبنا فاهم زائد سورس روت، هنا فاهم زائد جلاندولار، ووفر على نفسك كل التعب اللي جاي. طب تعالى دكتور كده الساينز، تفتكر كده ايه الاخبار بتاعت الساينز؟ ريدنس ووتنس وسويلينج، ريدنس ووتنس وسويلينج في الفاركس. طب الفاركس ده في اورال فارينجال ايديما او اريسيما، ايوه ما هو ده ريدنس ووتنس وسويلينج. التونسيل هتلاقيها انلارجمنت شويه، هتلاقي الليمفويد تيشو بتاعت الفالدايرز رينج كبير. لو حد افتكر الفالدايرز رينج ده يبقى شاطر شطاره، اقسم بالله شطاره متناهيه، ويقول لي عشان بعد الحصه دي ادي له جايز. الفالدايرز رينج ده هي الخاتم الحمايه بتاع البق. والله يا سيدي، بص كده شايف، بص شايف اللي انا عامله ده، لو فتحت بقي كده ودخلت جواه هتلاقي جوه في الاوروفاركس هنا اهو، والنيزوفاركس هتلاقي خاتم كده عامل كده بالظبط، كده بالظبط، واخد التجويف كله داير ما يدور. الخاتم ده فيه لمفويد تيشو، في التونسل اهي، التونسل مثلا في التونسل هنا اهي، وفي الادينويد، يعني الليمفويد تيشو محوطه المكان ده. ليه؟ لان المكان ده يعني داخل فيه كل الزبال، هواء، داست، انفكشن، اكل النيل، بنيله، سندوتشات كبده ب 5 جنيه، يعني الكبده غلت وهو ما غليش، السندوتش لسه ب 5 جنيه، على وضع كل ده ما لازم جدار حمايه هنا، ليمف تيشو هنا، فاسمها فالدايرز رينج. طب الليمفويد تيشو دي زي ما بقول لك المرض ده جلاندولار جلاندولار جلاندولار، يعني الليمفويد تيشو ده هتكبر، يبقى الفالدايرز رينج دي هتكبر. ممكن الاقي شويه وايت اكسيوديت، ممكن الاقي شويه ممبرين، الاقي شويه بيتيكيا على الهارد بلت. بيتيكيا دي يعني نقط حمراء، بص دي كابيلاري، دي كابيلاري صغيره خالص، دي كابيلاريز، ارسمها اكبر شويه، كابيلاريز كابيلاري دي من دول ربشارد، تقوم مطلع شوية دم. شايف نقط الدم دي؟ نقط الدم دي بتيكيا الهيموريدج، بتيكيا الهيموريدج. فأنا ألاقي نقط حمراء كده موجودة على البلت، هي دي اسمها بتيكيا الهيموريدج. على البلت الهارد والسوفت عند الجنكشن، المهم إيه اللي أنت عايزه من كل ده؟ ما كل ده اللي أنا قلته لك فوق في كلمتين، فاهم زائد جلاندولر بس، سيمتوم وساين تعرف تألفها من كلمة الجملة دي. طب تعالى السيمتوم، فيفر وانوريكزيا وهيديك وماليز مع جلاندولر لمفادينوباسي مع جلاندولر فيفر بس، وراح دماغك شوية انلارجمنت في الجلاندات بس، أي حاجة تكتبها بقى صح.
المهم انت عارف انت مسيستم دماغك هتكتب ايه. السايت او الساين، الساين في سايت، سايت ايه هو السايت؟ هنا اهو الفاركس ده، في ايه؟ تونسل وفالدافرز رينج وسوفت بالت والفاركس نفسه، الميكوزا نفسها، ريدنس وودنس وسويلينج وشويه انلارجمنت وبيتيكيال هيموريدج بس. يبقى الموضوع سهل، شويه جراي ممبرين بقى عشان الانفلاميشن وعشان الميوكوزا اللي بتموت، فتعمل لك شويه ممبرين مع اكسيوديت بس. نيجي بقى للاهم، وهو ده اللي انا عايز انبه عليه. الكلام ده كتب بعد ما اتكتب نسيت السطرين دول. السطرين دول لو كنت مركز في كلمه جلاندولر كنت كتبتها. الجلاندات مش مجرد الجلاندس اللي موجوده جوه الفاركس، لا، في جلاندس بره الفاركس. ايه ده؟ هو مش فيه يا حبيبي ليمف ماشي من الفاركس طالع لبره المرشحات. ايوه، ده احنا فاكرينها وشفناها على البيشنت وحسسنا عليها وعملناه سيرفايكال ليمفادينوباسي، سيرفايكال ليمفادينوباسي. طب مش في حاجات تانية تبع الجلاندات وتبع الليمفويد ماتيريال؟ ايوه، ده في ليفر وسبلين، ده السبلين ده هو الرئيس هو الزعيم. يبقى الليفر والسبلين هيكبروا، يبقى الراجل ده هيعاني من هيباتوميجالي وسبلينوميجالي. كبده في اليمين هنا هيكبر والسبلين في الشمال هنا هيكبر. يبقى دكتور فاهم والحاجات اللي احنا عارفينها ريدنس ووتنس وسويلينج زائد جلاندولر. واوعى تنسى في الجلاندات، الجلاندات الخارج الفاركس، انت هتفتكر اللي جوه الفاركس عادي، التونسل والادينويد كل ده هتفتكره عادي، بس افتكر بقى بالله عليك اللي بره، سيرفايكال هيباتوميجالي سبلينوميجالي. الانفستيجيشن طبعا هتعمل كومبليت بلاد كاونت، هتلاقي الليمفوسايت عاليه قوي عاليه قوي عليه عشان ده فيروس، الفيروس يعلي الليمفوسايت قوي. هتعمل مونو سبوت تيست عشان تشوف الاي ام الانفكشن مونيوكليوزس، هتعمل ستاديز عشان تشوف الابشتاين بار فيروس زي ما هو، هتاخد بقى عينه وتبدا تعمل مسحه وتشوف بالظبط. لو مودريت كيس سيمتوماتيك تريتمنت، لو واحد ما بيشتكيش والشكوى عاديه خلاص سيمتوماتيك تريتمنت، مفيش داعي ان انا اديك انتي فايرال قوي ملوش لازمه، اعراضه كتير وسايد افكت كتير وتعب على الفاضي فبلاش. كل اللي انا اعمله ان انا اديك شويه خافض حراره، اعمل حاجه انالجيزك ريست ريح شويه، هايدريشن اشرب ميه كتير وابعد عن البوز، بطل بوز بالله عليك الايام دي. قولها له كده صريح، قول بطل بص الايام دي شويه، ارحم نفسك احنا في رمضان، فاهمني؟ يعني بلاش بوس، ابعد عن اللي جابت لك الاورجانيزم ده. ولو واحده قول لها ابعدي عن اللي جاب لك الاورجانيزم ده، وقول لهم طبعا ما يبصوش اطفال. طب لو سيفير كيس بقى، انا داخل لي الحاله في سيفير انفكشن، شايف ان اللودويجز انجينا، مش لودويجز انجينا، فالدايرز رينج، لودويجز انجين لسه هناخدها كمان شويه. فالدايرز رينج دي عنده كبيره كبيره قوي، لقيت التونسل دي كبيره لدرجه انها قافله فتحه الاوروفاركس، راجل مش عارف يتنفس قدامك، لا، ففي الوقت ده خلاص بقى انت لازم تدي انتي فايرال، لازم تدي انتي بايوتيك عشان السكندري بكتيريا الانفكشن، وظن دي قلتها 300 400 الف مره. لازم تدي انتي بايوتيك عشان السكندري بكتيريا الانفكشن يا دكتور. بس ممنوع ان انت هنا تدي اموكسيسيلين وامبيسيلين، ممنوع. ليه؟ لان هما ساعات بيعملوا راش، ساعات بيعملوا راش فبلاش، ساعات بيعملوا راش فبلاش، والله العظيم شاعرين، فانا انفع شاعر والله، ساعات بيعملوا راش فبلاش. طب انت ايه اللي مخوفك من الراش؟ انا خايف على العيان ده من اي حاجه، لان الراش ده بيجي نتيجه التفاعل مع الابشتاين بار فيروس في عيانين الانفكشس مونونيوكليوز. هم ما بيعملوش راش في الناس العاديين، هم بيعملوا راش في الناس اللي عندهم انفكشس مونونيوكليوز، فعشان كده انا بقلق بخاف منه،
ما تديش امبسلين واموكسيسيلين، ادي اي انتي بايوتيك تاني. استيرويد عشان لو في اير واي اوبستراكشن، لو جوه اتقفل لقيت بقى الدنيا ساحت على بعضها وده كبر وده كبر وده يزنق وده يزنق وقفل وخلاص الاوروفاركس، لا استيرويد على طول عشان تفتحه. هيومن اميونو ديفيشنسي، هيومن اميونو ديفيشنسي فيروس، ده فيروس الايدز. فيروس الايدز انتوا عارفين ليه مراحل، ليه مراحل كتير. اول مرحله ان العين ده ما بيبدا ما بيحسش بحاجه خالص لما بيجيله الفيروس، بعد كده بيقعد 10 سنين ولا حاجه على بال ما الفيروس ده يبدا يهاجم الخلايا المناعيه وتبدا الخلايا المناعيه تقع، فيبدا الشخص ده بعد ال10 سنين دي يبدا يدخل في opportunistic infection و tumors. opportunistic infection و tumor دي رحلة حياة الإيدز في الإنسان اللي جاله الإيدز. opportunistic infection و tumor طبعا بسبب إن المناعة خلاص ما عادش في مناعة. الراجل ده لو primary HIV infection دخله الفيروس يبدأ يشتكي من شوية أعراض زي دور البرد، اعراض زي دور البرد زي الكومون كولد بالظبط، زي الحراره شويه فارنجايتس سور ثروت السر في الميوكس ممبرين لينفادينوباسي شويه صداع. اعتقد الموضوع ما بيهيألوش ان هو صعب يعني، لان الحاجات دي سهل التعامل معاها. ده لو برايمري، ده في الاول خالص اول ما يجيله الفيروس. يبدا الفيروس بقى ايه يتكاثر ويصيب خلايا المناعه لحد ما يهد المناعه خالص ويدخل الشخص ده في immune deficiency disease. opportunistic infection candida UTB يجي يفتح بقه تلاقي عنده oropharyngeal candidiasis. ها افتح بقك في oropharyngeal candidiasis، في هتلاقي بقعه بيضه كده ممبرين ابيض، ده الكانديدا. او اورال هيري ليوكوبليكيا، شفناها قبل كده الليوكوبليكيا دي على الفوكال كورد، وهتلاقي لطعه كده بيضه اورال هيري ليوكوبليكيا، لطعه بيضه وعليها شعر جوه بق، جوه بق او على الفاركس. او كابوسي ساركوما، ده مميت مميت يعني، ده مميت. بص دي كابوسي ساركوما، دي شايف ده، ده اسمه كابوسي ساركوما، شهير قوي في الناس اللي عندهم ايدز. ده ورم بس مش ورم عادي، ده فتاك. فتاك دي كلمة قليلة يعني، الحالة اللي انت تشوف فيه كابوسي ساركوما خلاص ادعيله ادعيله، هو كده خلاص. طبعا الحاجات دي بتبقى صعبة قوي، في الراجل ده بيبقى اتأخر قوي خلاص يعني، ده بيبقى في نهايات الايدز. لينفويد هايبر بليزيا في الفالدايرز رينج، يبدأ الليمف تيش تكبر، فارنجل نيوبلاس زي الكابوسي ساركوما زي النون هوجكن ليمفوما. عارفين الهوجكن ليمفوما طبعا. الحالة اللي كانت معانا اللي عملته عليها اكزامينيشن كانت هوجكن ليمفوما، احنا فتحنا بقه وشفناها وشفنا كل ده. اعتقد ان انتوا شفتوا دي على الحقيقه، عشان كده انا كنت بقول لكم ادعوا له يعني، كنت بقول لكم ادعوا له، هو كان طالع من العنايه علينا يعني، ودي حاجات نادره قوي ان انتوا تشوفوها بصراحه. هو اصلا كان حاله نون هودجكن ليمفوما او هودجكن ليمفوما. هتشوف بقى هيد ونيك سكويموس سيل كارسينوما بالهبل بالهبل. المهم ان هو بيبقى في مرحلته الاخيره دي معرض قوي للانفكشن، معرض قوي لاي تيومر. ندخل بقى في الاكيوت بكتيريال فارنجايتس، جبهز جبهز جبهز، جروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، جروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي جبهز. ده موست cause of bacterial pharyngitis، ده بيجي في اي سن بس اكتر في الاطفال.
الكوزيتيف اورجانيزم بتاعه من اسم المرض نفسه واسم المرض جبهز بكتيريال فارينجو تونسلايتس، يبقى البكتيريا دي اسمها جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي معروف. بيتنقل عن طريق دروبلت انفكشن من المدرسة من اي حتة من دول يبدأ يتنقل. كلينيكال بيكتشر بتاعته فاهم، ما فيهاش حاجة جديدة، فيفر سورس روت ودينوفاجيا هيديك انوريكزيا ماليز سيفير كيس شوية تشيلز وشوية توكسين. اعتقد ان الموضوع مش محتاج حاجة، اكتب عليها بس فاهم فاهم، واكتب زود على الفاهم سورس روت سورس روت وجع في الزور. الكلام هنا سهل. الساينز بتاعته طبعا هتلاقي الولد اللي هو جاي لك عنده دور برد، فيفر 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 فيفر. طب والفيفر دي يا دكتور مش بتحمر لون الجلد؟ فالواد ده يجي لك فلاش او فلاش فيفر مع فلاش ودراي سكين، ريحة بقه مش حلو، ريحة بقه مش حلو ليه؟ عشان البكتيريا اللي جوه والبص اللي جوه والاكسوديت اللي جوه. فانت جنرالي كده هو العادي الطبيعي المعتاد شوية فيفر مع فلاشنج في وشه والسكين بتاعه وبيبقى دراي سكين طبعا. طيب اللوكال افتكر بقى اللي احنا قلناه ريدنس وهوتنس وسويلينج، ريدنس وهوتنس وسويلينج، وهتلاقي جراي وايت اكسوديت، جراي وايت اكسوديت. خلي بالك جراي وايت اكسوديت هنا في ناس يعني في ناس بتقول لك اوعى اوعى تتلخبط بينه وبين الممبرين بتاع الديفيتيريا. عارفين الممبرين الديفيتيريا بتعمل ممبرين كده، ده مش ممبرين. انت هتخش تعمل بالتونج ديبريسور فتبص على التونسل يهيئ لك ان في ممبرين، لا بس ده مش ممبرين، ده اكسيوديت لونه ابيض، اكسيوديت لونه ابيض بس. ريدنس ووتنس وسويلنج في التونسل وفي الفاركس وشويه جراي اكسيوديت عادي خالص. الكلام هنا لحد هنا سهل. انلارجد سيرفايكال لينف نود عشان ده انفكشن وبكتيريا. والله دكتور مفيش حاجه جديده، بس ان هنا الجديد بقى كومبليكيشن. عندنا سابيوراتيف كومبليكيشن ونون سابيوراتيف كومبليكيشن. سابيوراتيف كومبليكيشن دي يعني الصديد اتنقل في مكان تاني وعمل خراج. طب هيتنقل في مكان تاني فين؟ ده كده الفتحه ده الكوره ده هي دي الفاركس، هي دي الفاركس. ممكن يبقى بارا فارينجال ابسس او ريترو فارينجال ابسس، يعني خراج هنا جنبيه خراج هنا وراه، خراج جنبيه خراج وراه، اهو ادي خراج وادي خراج، بارا فارينجال ابسس او ريترو فارينجال ابسس. لو دي يا دكتور التونسل، دي التونسل كنزي هو بيري تونسلر ابسس جنب التونسل هنا. الكنزي جنب التونسل هنا بالظبط. يبقى انا دلوقتي عندي الانفكشن ده لو عمل سبريد يعمل لي ابسس او خراريج انفكشن بارافارينجال، بارافارينجال بقى ريتروفارينجال بريتونسيلر كنزي اسمه بيدلعوا يقولوا لها كنزي كنزي. طب نون سابيوراتيف كومبليكيشن دي اكيد بقى عارفينها من زمان قوي، روماتيك فيفر، روماتيك فيفر يروح يضرب الفالفات بتاعت القلب، الفالفات بتاعت القلب. ممكن يعمل بوست ستريبتوكوكال ارثرايتس عادي، دي بتروح ما بتهمنيش في حاجه. اللي انا بقلق منها جلوميرولونيفرايتس، يروح يضرب الجلوميرولاي بتاعت الكدني وساعتها دي تبقى مصيبه سودا. سكارلت فيفر، باندا، باندا دي يعني ايه؟ يعني بيحصل كده تغيرات اوتو ميون، كل اللي فات ده غالبا اوتو ميون يعني، بس دي بيحصل فيها تغيرات اوتو ميون
بتخلي الشخص ده شخصيته تختلف، يدخل في psychiatric disorder. بيدياتريك اوتو اميون نيورو سايكاتريك ديس اوردر مع الاستريبتوكوكال انفكشن بيسموها بانداز. بانداز انفستيجيشن طبعا هاخد كلتشر، هاخد عينه سواب ولا حاجه، واخد عينه واعمل مونوسبوت تيست. لازم ادفرنشيت الاكيوت فارنجايتس عن الديفيتيري، وزي ما بقول لك الديفيتيريا دي بتعمل ممبرين، انما هنا شويه اكسيديت. والانفكشس مونونيوكليوزس لانه برضو التهاب والخلايا والليمفويد جلاندز بتبدا تكبر. فيتشر بتاعت البكتيريا وبتاعت الفيرال، بص الفيرال بيعمل كونجنكتيفايتس، سنيزنج، عطس، شويه رينوريه، تلاقي مناخيرك عماله تنزل ميه كده، شويه كف، تكحه، انما مش الموضوع ما يكبرش قوي لدرجه ان هو يعمل انلارج التونسل بقى وانلارج الليمف نود ويطلع لك بيرلنت اكسوديت. ما يطلعش صديد، الفيروس مش هيطلع صديد عمره، انما البكتيريا لا، تطلع صديد، تعمل انلارجمنت في التونسل عادي خالص، تعمل انلارجمنت في السيرفايكال لينفادينوباسي على طول، تلاقي سوفت بلد بتيكيا. اللي هنا ممكن يعمل الحاجات دي الانفكشس مونونيوكليوزس هو اللي بيكبر الجلاندات، بس هو هنا بيتكلم بس عن مجرد ايه الكومون كولد، عن الالتهاب الفيروسي العادي، ما بيتكلمش عن الايبشتاين بار فيروس اللي بيعمل انفكشس مونيوكليوز. كورونيك جبهز، وده واحد بقى ايه عيل كل شويه يجيله ريبيتد اتاك، ريبيتد اتاك، ريبيتد اتاك، ريبيتد اتاك، كل شويه يجي له اللوز، كل شويه يجي له اللوز، كل شويه زوره يوجعه، كل شويه زوره يوجعه. ما بيتعالجش، او بيتعالج بس العلاج مش كافي، او هو نفسه اصلا ما بياخدش الدواء، او المضاد الحيوي مش كويس، او هو مناعته قليله، ما تعرفش بقى. هو اللي بيحصل ان هو كل شويه يجي له ريبيتد اتاك من اكيوت جبهز. السيمتومز بتاعته طبعا الكرنت سورس روت، ممكن يجي له هنا فيتور اوريس، يعني ريحه بقه مش حلو، ويجي ياكل هو يقول لك انا حاسس ان الاكل مغير، طعم الاكل مغير، ايوه باد تيست. اوبستراكتيف سليب ابنيا، ودي عارفينها والسنورنج عارفينه، ليه؟ بسبب ان بقى فيه اوبستراكشن، التونسل كبرت قوي، فبص دي التونسل كبرت قوي، شايف دي تونسل ودي تونسل، كبروا قوي لدرجه انهم يعني بالبلدي كده بس وبعض، ايوه واقفين قدام بعض اهم وقافلين مجرى التنفس. فطبعا الواد ده يجي له اوبستراكتيف سليب ابنيا، كل ما ينام يصحى يقلق من ان هو مش عارف ياخد نفس. الساينز هلاقي طبعا هايبرتروفي في التونسل، هلاقي الريجولاريتي في السايز والشيب بتاع التونسل مش واخده شكلها المعتاد. هلاقي حاجتين مهمين، اول حاجة ان انا قلت لك من شوية عن الوقت اكسوديت ده. طب انا دلوقتي مسكت التانج ديبريسور بتاعي، ده التانج ديبريسور اهو، وقمت قايل للولا افتح بقك، فتح بقه، دخلت التانج ديبريسور، وقمت ايه بقى جيت كده على التونسل ده وقمت متكي. يعني بص انا وقفت التانج ديبريسور على التونسل واتكيت عليه، اتكيت عليه، التونسل دي عامله كده، شايف دي التونسل عامله كده، في حاجه اسمها كريبتس. كريبتس لما انا اتك على التونسل من فوق واتك على الكريبتس دي، بخلي الباص والاكسيوديت يطلع لي بره، فانا لو اتكيت على التونسل دي هتطلع لي باص واكسيوديت. بالتانج ديبريسور اتك عليها تطلع باص واكسيوديت، هشوفه بعيني. تاني حاجة بقى ودي الأشهر بصراحة، يعني عارفين، مش عارف ناس فيكم هتلاقيهم عارفينها ولا لأ، بس احنا خدناها. قرأت فيه التونسل بتحب لينف نود معينة كده، لينف نود معينة قوي هي اللي بتفضي فيها. اللينف نود اسمها جاجلو دايجستريك لينف نود،
فاكرين حزيمه الليمف نود لما قلنا في سيرفايكال ليمف نود وفينا ليمف نود سبمنتال سبمانديبولار بريوريكولار؟ ايوه الناس فاكره الكلام ده، الناس عملته على البيشنت. هنا بقى عندنا هنا في ايه؟ جاجولو دايجستريك ليمف نود. لما تيجي تعمل اكزامينيشن للليمف نود هتلاقي الجاجولو دايجستريك دي نطت تحت ايدك كده، تلاقي كوره كبيره كده، يعني انت من غير ما تفتح بقه اصلا، ولو حسيت الجاجولو دايجستريك دي هتعرف ان هو عنده اللوز من قبل ما تفتح بقه. افتح يا ابني بقك خلاص ده عندك اللوز مليون في المية، دي أهم ساين، وبالتالي هو كاتبها لك أول واحدة، يعني هو كاتبها لك قبل ما يكتب الهايبر تروفاي في التونسل، كاتب لك انلارجمنت في الجاجولو دايجستريك ليمف نود. علاجه إيه بقى؟ علاج الأكيوت جبهز، اقعد رايح في بيتك، اقعد ريح، اشرب سوائل دافية، خد يا عم انتي بايريتك، اكتب له مثلا على ديكلوفين ولا حاجة، بروفين، بنادول، اي حاجة، بس اللي يفضل هنا ان انا اكتب حاجة انتي انفلاماتوري مع المسكن، يعني البنادول ما بحبوش عشان هو ما فيه ما عندوش انتي انفلاماتوري، ملوش وظيفة الانتي انفلاماتوري، فانا عايز حاجة تقلل الالتهاب وتقلل الحرارة وفي نفس الوقت مسكن. انتي بايوتيك 10 ايام، لازم تمشي على الانتي بايوتيك ده 10 ايام، لازم، لو وقفت ممكن ترجع تاني. ممكن تدي سنجل دوز من كورتيكوستيرويد، يعني تكتب لي حقنة كورتيكوستيرويد كده، تدي له سنجل دوز اورال كورتيكوستيرويد، سنجل دوز واحدة، يعني ما تلاقيكش كاتب اسبوع تقلل له المناعة فانت كده بتعمل مشاكل، لا عايز واحدة بس، هي يا دوب بس تخليه ياخد نفسه، الولد مش عارف ياخد نفسه، عنده حساسية ومتبهدل، حاول تخليه ياخد نفسه، دوز واحدة مش هتفرق معاك في المناعة. ماوس وش عشان يغسل وشه باستمرار، يغسل بقه باستمرار عشان الباد تيست اللي عنده ده. خلاص يأست يأست، مش الولد مش جاي معاه نتيجة خالص الكلام ده، وعمال يجيله اكيوت ايبيسود من جبهز، وكل شويه يجي لك العدمه، يقول لك 7 مرات او اكتر في السنه جاي لي باكيوت تونسلايتس عنده جبهز، فخلاص بقى 7 مرات او اكتر مستني ايه يعني؟ مستني ما تخش تشيلها تونسلكتو، بعمل عمليه واشيل اللوز دي خالص، اطلعي بره بقى في 60 دقيقه. عندنا حاجه اسمها ديفيتيريا، والديفيتيريا دي بقت رير قوي دلوقتي لان بقى في تطعيم اسمه الدي بي تي، وده تطعيم اجباري في مصر. كورينوباكتيريوم ديفيتيريا المود اوف ترانسميشن بتاعها بالدروبليت انفكشن، شويه عن عباره عن شويه سور ثروت وفيفر وانوريكزيا وهيديك وماليز، وده العادي بتاع الانفكشن، لا داعي ان انا اقوله تاني. طيب ايه المشاكل بتاعتها؟ برضو نفس الكلام، جنرالي هتلاقي الولا مودريت فيفر، هتلاقي عنده فلاشنج، هتلاقي عنده دراي سكين. هنا الفكره هتلاقي رابيد ويك بلس مش متماشي مع التمبريتشر، يعني المفروض التمبريتشر كل ما تزيد كل ما البلس يزيد، ولكن بنسبه معينه. هنا هتلاقي في لخبطه، هتلاقي النسبه دي مش تمام، هو اصلا مودريت تمبريتشر، حرارته مش عاليه، حرارته مش عالية قوي، يعني 38 39 مش عالية او مش واصلة ل 40 مثلا، بس هنا هتلاقي ضربات القلب عالية قوي، رابيد ويك بولس عالية قوي، مش متماشية مع العلو البسيط في درجة الحرارة، لا ده عالية اكتر منها. ليه يا دكتور؟ بسبب التوكسنز، مش انا قلت لك الديفيتيريا ده مصيبتها انها بتفرز توكسين، بتعمل توكسيميا. اللوكال هتشوف ممبرين وسودو ممبرين متكون على التونسل وعلى الفاركس، ممكن يوصل للاركس، وعشان كده بيسموه مرض الخناق. وهنا بقى حته امسك يوهايا، بص بص امسك يوهايا، والله العظيم مستخبيه في حته مش مهمه، يعني الديفيتيريا اصلا مش مهمه، هو مرض اتقضى عليه من زمان، بس في هنا امسك يوهايا enlarged tender cervical lymph node، السيرفايكال lymph node دي كلها بتكبر، عماله تكبر تكبر تكبر، وهنا يكبر كله بيكبر،
فلما الرقبة دي كلها تكبر وتلاقي الرقبة دي قد كده بيسموها بولز نيك ابيرنس. الدكاترة اللي ضد التنمر سموا رقبة العيان ده رقبة الطور. الطور لو خدت بالك هتلاقي راسه صغيرة ورقبته تخين تخينة خالص. فهنا هتلاقي في الام سي كيوهات بولز نيك ابيرنس، تعرف على طول ان في لارج تندر سيرفايكال لينف نود بسبب الديفيتيريا. حاجه شهيره قوي 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 الديفيتيريا بس اللي بتعمل بولز نيك ابيرنس. والنبي تاني انا والله شفتها والله في كذا سؤال في اسئله القصر وكذا سؤال في الاسئله بتاعتنا هنا وفي البنك، بولز نيك ابيرنس بنبه عليها اهو. علم لي عليها، يعني انت لو عايز تشطب على الديفيتيريا اشطب بس علم لي على بولز نيك ابيرنس دي. ده الناس اللي هي بتحب تريح دماغها بقى. الناس اللي هي بتحب تحفظ كل سطر، انا بحفظ كل سطر والله بقى، بتكلم في كل سطر وبحفظ بقرا من الكتاب كمان. تريتمنت طبعا ده مرض شهير جدا بيموت، ممكن يتنقل بسهولة جدا، فلازم ان انا احجزه اعمل له هوسبيتاليزيشن في مستشفى الحميات وادي له انتي توكسن عشان التوكسن اللي مالي الدم بتاعه ده، ادي له انتي بيوتيك والبنسلين كافي بيه. البنسلين كافي بالبكتيريا دي لان البكتيريا دي ضعيفة. طب هو لو بقى كارير لا ممكن اعمل تونسيليكتر شيلها خالص بقى، يخش شيل التونسل دي كلها. البروفيلاكسس طبعا هو قضى اصلا على الموضوع ووضع الموضوع تماما، دي بي تي ديفيتيريا وبرتصص وتيتانوس، هم قضوا الفاكسين ده قضى على حالات الديفيتيريا، ما عادش في حالات ديفيتيريا. بس في اميونيتي دي الانتي توكسن، الانتي توكسن ده عشان الكونتاكت لو حد اتخالط بيه. اهي شايف الممبرين ده، ده الممبرين ده بتاع الديفيتيريا. اكيوت فانجل فارنجايتس اظن سهل بقى الكلام هنا، خلص سهل سهل خالص، شويه كانديدا ومونليزيس شرحتهم السنه اللي فاتت والله واتشرحوا بالتفصيل كمان وهيتشرحوا تاني السنه دي. الكانديدا دي زي الكانديدا البيكنز، الكانديدا دي ما تجيش من نفسها لواحد طبيعي ومناعته طبيعيه وبيحافظ على اسنانه بيحافظ على بقه عموما، لا هي تيجي في واحد مناعته قليله كجنرالي، واحد مناعته قليله زي مين؟ زي واحد بياخد اميونو سبريسف دراج، واحد عنده كانسر بياخد كيماوي، واحد عنده ايدز، واحد عنده دايابيتس ميليتس سكر بيقلل المناعه. ده حاجات جنرال. طب حاجات لوكال، ايه اللي يقلل المناعه في البق يا دكتور؟ واحد اتعرض للراديشن عنك، واحد اتعرض للاشعاع، واحد بياخد بخاخات فيها استرويد كورتيزون فترات طويله فبيبدا يقلل المناعه. يوز اوف استرويد انهالر، البخاخات اللي هي بتاعت الصدر دي اللي بيبقى فيها كورتيزون. كلينيكال بيكتشر، اولا هو اسيمتوماتيك، هو حواره كله شويه بين لما بيجي ياكل ويلمس الكانديدا دي، يلمس الممبرين بتاع الكانديدا مع شويه ديسفاجيا بيتوجع وهو بياكل. تفتح بقه هتلاقي المنظر ده، هتلاقي كريمه لونها ابيض مترميه على طول على الشيكس على اللسان على البلت، موجوده في كل حته جوه. سودو ممبرين ممكن تلاقيها على التونس، شويه كريمه كانه واكل كريمه بالظبط. شفت الكريمه بتاعت رمضان دي؟ هو كانه واكل كريمه وملحوسه بقه على الطنج على الشيكس على التونسل على الفاركس. علاجه سهله قوي، هو عباره عن نايستاتين، انبوبه كده مرهم وفي بخاخه اسمها ميوكو استاتين، ميوكو استاتين نقط، بخاخه بتدي نقط كده تنقط عليها هتموتها على طول ما بيستناش. لو الحاله مدرت او سيفير قوي بقى خلاص الموضوع صعب، ممكن تدي اورال، والدواء الاورال اللي احنا بنديه فلوكونازول. يبقى نايستاتين ده اير دروب، دروبس كده بخاخه بنقط بيه كده. فلوكونازول ده بديه اورال. كرونيك فارنجايتس يا دكتور زي السبيسيفيك زي التي بي، السبيسيفيك زي التي بي جايه منين؟
شرحناه قبل كده في الليركس، قلت لك هو ما يجيش برايمري، هو جاي سكندري لبلمونري تي بي. واحد كان عنده بلمونري تي بي وعمل كافيتي، والكافيتي ده قاعد ياكل ياكل كلف البرونكاي، وبعد كده طالع من البرونكاي طالع على فوق عدى الليركس ودخل على الفاركس فعمل مشاكل في الفاركس، يبقى يجي برايمري؟ لا، هو يجي سكندري لبلمونري تي بي. الفارنجال ميوكوزا طبعا هتبقى بيل، هيبقى فيه تيوبركولوس ألسر، انت عارف التي بي بيعمل ألسر على طول، الألسر دي بتوجع وبتبقى شالو و اندرمايند ايدج وفيها كازيس فلور ماتيريال. انتي تي بي سيرابي هتديله، انتي تي بي سيرابي. انا عايز اجيب لك الألسر، عايز اجيب لكم الألسر تاني. بصوا الألسر دي انا هشرحها عشان ما تلخبطش بعد كده مع الألسرز اللي جاي، وبعد كده هرجع اعيدهم تاني عشان لو جم في الام سي كيو يبقى احنا جاهزين. اول حاجة الألسر دي بتوجع، بينفول بينفول. الألسر دي مش عميقة، مش عميقة، يعني واخدة يا دوب القشرة الخارجية فقط، وبالتالي هي شالو، شالو ألسر، واخدة الحتة اللي فوق شالو. اندرمايند يعني الجلد او الحواف بتاعتها عامله كده، مش عارف شايفينها ولا لا، القلم خلص. الحواف بتاعتها عاملة كده بالظبط، تبقى undermined undermined. الحافة تلاقي ليها بروز كده وهي بتاكل من تحت البروز ده، يبقى شالو، شالو مش عميقة مش ديب، شالو و undermined edge. الايدج ده اهي undermined بالشكل اللي يقع قدامك ده، undermined ulcer. هتلاقي جوه بقى ايه، كازيس فلور كده. كازيس فلور ليه؟ لان التيشو بيموت وبيبقى فيه خناقه مناعيه فبيعمل كازيس ماتيريال زي اللي كانت موجوده في الكافيتي بتاعت اللنج، هيبقى فيه كازيس ماتيريال هنا في الالسر. السيفاليس، والسيفاليس ده ممكن يجي كونجينيتال وممكن يجي اكوايرد. قلت لك السيفاليس ده قبل كده ليه مراحل زي برايمري سكندري تيرشري. برايمري شنكر و سكندري عباره عن ميوكس باتش وسنيل تراك ألسر، والتيرشري عباره عن جاما ليجن، جاما ليجن، والجاما دي بيبقى شكلها وحش، ديرتي يلو براون فلور. تريتمنت انسيفاليتيك دراج. الاسكليروما بقى، الاسكليروما هي جايه سكندري مش جايه برايمري، مش جايه برايمري برضو، هي جايه سكندري من حته تانيه. طب قول انت بقى الحته التانيه، قول، ما خدناهم رينو سكليروما ولارينجو سكليروما، رينو سكليروما ولارينجو سكليروما جايه من دول، ممكن تبقى اكتف وممكن تبقى ان اكتف. لو ان اكتف اعرف ان ده فايبروزس، ويا ويلي من الفايبروزس لما يعمل استينوزس ويدوق ويضيق فتحه اللاركس. تاني تاني عشان انا البيت الشعري ده جميل، يا عيني على الفايبروزس لما يعمل استينوزس ويضيق فتحة الفاركس. الله، يبقى انا عندي دلوقتي الفايبروزس ممكن يشد الدنيا على بعضها ويلزق الدنيا على بعضها ويعمل استينوز. طيب لو اكتف، لو اكتف بقى هتعمل شوية اتروفاي في الميوكوزا سيدي عادي مش فارقة، شوية مضاد حيوي وهتروح، او ممكن تعمل ألسر لونها بينك، ألسر لونها بينك، او ممكن تعمل نوديول. يبقى انا دلوقتي قدام حالة اكتف ممكن تعمل اتروفاي في الميوكوزا، او ممكن تعمل نوديول، او ممكن تعمل ألسر. علاجها ريفامبسين وسيبروفلوكساسين. الكورونيك نان سبيسيفيك فارنجايتس، وده قلناه قبل كده عباره عن لارينجو، لارينجو فارنجال ريفلكس، لارينجو فارنجال ريفلكس. هو عباره عن جروب من الاعراض اللي بتظهر في الزور وبتظهر في الفاركس وبتظهر في اللاركس كمان بسبب ارتجاع المريء.
بسبب التيشو وبسبب البايل وبسبب الاتش سي ال والجاستريك كونتنت كلها تبقى تطلع فوق، وفوق مش مجهز لمثل هذه الاشياء التي تحرق فيهم. فبالتالي يظهر عندي مرض اسمه لارينجو فارينجيال ريفلكس، بيعمل دامجنج في الابيثيليوم بسبب الاتش سي ال. مشاكله كلها ممكن تكتب لي اي اعراض من اللاركس وتكتب لي اي اعراض من الفاركس، يعني ممكن تكتب لي هورسنس اوف فويس مش هقول لك حاجه. ثروت كليرنج ده اللي هو واحد عمال كده عمال يحاول يفضي زور، بيسموها نحنحه او همهمه حمحمه حاجه زي كده باللغه العربيه الفصحى. هتلاقي طبعا مشاكل في الثروت ميكوزا، هتلاقي سوالوينج ديفيكالتي مش عارف يبلع الاكل، هتلاقي كوفينج، هتلاقي دايما احساسه ان في حاجه واقفه في زوره كده، يقول لك في حاسس ان في لقمه اكل في زوري، لامب بيسموها لامب، حاسس ان في لامب جوه زوره. هارت بيرن وده طبيعي بتاع الجرد، بيحس بالحرقان اللي في صدره. هتخش هتلاقي ايه بقى؟ هتلاقي كل حاجه فيها اديما وكل حاجه فيها اعراض الانفلاميشن، يعني جهز لي ريدنس ووتنس وسويلنج واديما وطلع منها سهم واكتب لي كل الحاجات اللي جوه، زي ايه؟ زي السب جلوتيك، زي الفنتريكولر، زي اللارينجال، زي في دودو سوري، زي البوستيرو كوميشر، زي الاريتينويد، زي الاندولارينجال ميوكوزا، كله بقى اكتب اي حاجه في اللاركس واكتب كمان الفاركس مفيش مشاكل واكتب التونس، اكتب يا عم. المهم ان انت عارف ان في اديما وفي ريدنس ووتنس وسويلنج في كل حته جوه. الكلام ده كله بياخد سكور 26، لو السكور اكتر من 7 يبقى لارينجو فارينجيال ريفلكس. كل واحده من دول ليهم سكور، السكور ده من 26 واكتر من 7 يبقى الشخص ده اتشخص على طول لارينجو فارينجيال ريفلكس. الانفستيجيشن ريرلي ريكوارد، انا بشخص على طول بسهوله خالص، ممكن ان انا ادخل بي اتش مونيتورنج، ادخل بي اتش جوه ايه؟ جوه الاسوفجس، لو حسيت ان في اتش سي ال البي اتش هيديني ان ده اسيديتي وسط فيه اسيد، هطلع البي اتش اشوف كده اه ده اسيد جوه الاسوفجس وجوه الفاركس بس خلاص شخص اللارينجو فارينجال ريفلكس. يبقى ايه جولد ستاندرد فور دياجنوز؟ بي اتش مونيتورنج، اسوفيجيال بي اتش مونيتورنج، عشان لما تيجي في الام سي كيو. تريتمنت بقى دايت لايف ستايل، قول له نام على مخده عاليه، بطل لو سمحت الدخان السجاير، بلاش تقعد في اماكن فيها دخان، ما تاكلش فاتي فود كتير، ما تاكلش دهنه، ما تاكلش سمنه، ما تاكلش زيت، ما تاكلش حاجات حراقه، الموضوع كله تظبيط لللايف ستايل. طيب انا يأست منه؟ خلاص ممكن تكتب له بروتون بامب انهبيتور عادي، ممكن تكتب له اتش بلوكر زي مثلا الرونتيدين، الفاموتيدين، الحاجات دي. ممكن تدي له حاجات لارتجاع المريء زي الدومبريدول ولا حاجه، دومبريدون بارير ايجنت عادي، ادي له اللي انت عايزه، ممكن تدي له ميوكوست حلو عشان الهيلنج بتاع الميوكوز. بص البروتون بامب انهبيتور عندك هنا سيرجيكال تريتمنت، بيقول لك ان انا بدخل بالمنظار بتاعي اعمل عمليه، بس هو بصراحه يعني بصراحه البروتون بامب انهبيتور هو وقف حال الجراحين في الموضوع ده. يعني الجراحين زمان كانوا بيستغلوا الجيرد وبيستغلوا ان في اسيديتي عاليه، يلا هات اعمل لك عمليه على طول بسرعه خش هوب. الكلام ده دلوقتي البروتون بامب قطع رزقهم فيه، قطع رزقهم في العمليات دي. جميل وساحر جدا وبيقل اتش سي ال بسرعه رهيبه وباكتر من ميكانيزم، و نزل منه ابديتس وابجريدز ونزل منه جينيريشنز جديده بتوقف الاتش سي ال تماما. يعني كل مره الاقي فعلا في بروتون بامب جديد نزل، وفي كمان مجموعه نزلت اسمها البي كاب، دي لمعلوماتكم الشخصيه يعني، دي نسخه حديثه اخترعوها في 2015 برضو نفس الكلام،
بتشتغل برضو زي البروتون بامب انهيبيتور، بس بتوقف احسن، بتوقف الاتش سي ال. بس هو لسه لحد دلوقتي ما حدش كتبها كتير يعني، لسه نازله مصر، فبالنسبه لنا حاجه جديده فمحدش جربها يعني. انما احنا بالنسبه لنا البروتون بامب انهيبيتور هو اجمد واحد. فارنجيال ألسر، فارنجيال ألسر ممكن تبقى تروماتيك وممكن تبقى انفلاماتوري، ممكن تبقى تروماتيك وممكن تبقى انفلاماتوري. تروماتيك ودي بتبقى بينفول، الايدج بتاعتها مش مظبوطه سريتد، البيز بتاعتها طريه، الفلور بتاعها كفرد بجرانيوليشن تيشو. ميكانيكال عن طريق لاسيريشن فورين بودي او شارب بتوس، او واحد مثلا بياكل فكل حته شوكه من السمك وهكذا. او ممكن كيميكال زي كوستيك انجيشن، الناس اللي هم بيشربوا حاجات كوروسيف. انفلاماتوري ألسر عندك الاكيوت سبيسيفيك فارنجايتس فايرال، زي الانفكشس مونونيوكليوزيس، زي الايدز، زي الهربس سيمبلكس، زي الهربس زوستر، الحاجات دي كلها بتعمل ألسر. بكتيريا زي الديفيتيريا او فينسنت انجينا، فانجل زي المونلياسيس، كل الحاجات دي تعمل ألسر، مش محتاجه حاجه، انت هتكتب اي حاجه انت عارفها بتعمل ألسر. كرونيك سبيسيفيك فارنجايتس تي بي، وقلناها بلوش اندر مايندد ايدج، الفلور بتاعها فيه كازيس ماتيريال. و تانية شرح التانية السيفاليس هو ديب بونشد ألسر اوت ايدج ديرتي نيكروتيك فلور، ودي اللي انا بصراحه ايه الحته اللي انا عايزها يعني. بص دي اهي بتاعت التي بي، بص بتاعت السيفاليس كده، بص عامله ازاي، ديب 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 يعني مغوطه لجوه، بانشد اوت ايدج، شايف دي الايدج بتاعتها بانشد اوت يعني طالع لفوق، عامله كده، عامله كده بالظبط، تمام، بانشد اوت طالع لبره، وجوه فيه نيكروتيك فلور، الفلور اللي جوه ده عمال يتاكل، عمال يتاكل، فبعد ما بيتاكل بيقع، فيقوم الالسر داخله ديب اكتر. وده يوضح لك ليه ديب، لانه بيعمل نكروزس، نكروزس نكروزس، بياكل في التيشو، كل ما ياكل كل ما الالسر تبقى ديب، كل ما ياكل كل ما الالسر تبقى ديب. انما التي بي لا، بمجرد خناقه مدعيه بيعمل كازيس ماتيريال. اظن سهل لو عرفنا نفرق ما بينهم، ودي اكتر حاجه انا كنت عايزها في الصفحه دي او الصفحتين دول. انما هنا بقى ايه، بينفول وبتبقى سيريتد ايدج، الايدج هنا بص بانشد اوت، دي الايدج اندر مايند. انما في التروماتيك لا، ده ايدج معرجه كده. ألسرز تانية بتاعت سيستميك ديزيز زي البلاد ديزيز، أجرانيولوسايتوز، زي اللوكيميا، اللوكيميا طبعا تعمل ألسر. ديزيز من أن نون إيتيولوجي زي البيهست ألسر بتاعت البيهست ديزيز، البيهست ديزيز كان بيعمل أوروجينيتال ألسر، أوروجينيتال ألسر. وأفسس ألسر، أفسس ألسر دي هي الكومونست، ودي بتيجي لناس ياما قوي، تيجي ساعة الاستريس، مش بص هما مش عارفين سببها، غير معروف سببها وغير معروف علاجها خالص، هي بتيجي مجرد اسبوعين كده، وتلاقي بتيجي لناس كتير قوي منكم، كتير قوي بيشتكي ليله الامتحان او قبل الامتحان كده، بيطلع له ألسرز في بقه بتوجعه، لونها ابيض كده، لونها ابيض زي دي كده، لونها ابيض وبتوجعه. دي حلها ان انت تبعد عن الاستريس شويه، تقلل الاستريس شويه، بس ملهاش حل تاني. حلها التاني ان انت ممكن تحط نقط عليها، بتبقى النقط دي مسكن مش اكتر، اسمها ايه، اسمها افسس ألسر، بتيجي للاستريس كتير، بتيجي لطلب الطب بكميات كبيره. لكن بلانس ده مرض في الجلديه، جلديه السكين ديزيز دي البانفيجس، واللايكن بلانس ده امراض في الجلديه، لا ده ان احنا ندخل فيها دلوقتي. دراج وتوكسين زي الليد، زي الميركوري، زي الانتي ديبريسنت دراج، ومش كلها يعني الحقيقه، مش كلها بتعمل ألسر. لا مالجننت ألسر زي السكويموس سيل كارسينوما تعمل ألسر طبعا، بتبقى ايفيرتد ايدج، انديوريتد بيز، نكروتيك فلور، بيحصل نكروزس، نكروزس زي السيفاليس هنا اهي، والايدج بتاعها ايفيرتد طالعه لبره كده، وانديوريتد بيز، بيز بتاعتها ناشفه، تيجي
تلمس كده البيز لا ناشفه، تلاقي حاجه هارد صلبه تحت ايدك، دي مالجنانت ألسر. خلاص قربنا نخلص، وبس هناخد البلمر فينسون سندروم ويبقى خلصنا خالص. البلمر فينسون سندروم ده عبارة عن واحدة ست بتشتكي من ايرون ديفيشنسي انيميا، عندها انيميا، وفي سن الـ30 كده ابتدت تشتكي من زورها، وابتدت تشتكي من الاكل والبلع ومن لسانها، تقول لك في حاجه في بوقي، يعني بوقي كل شويه يحصل فيه مشاكل، شفايفي، لساني، الفاركس والهايبوفاركس. طب في ايه؟ في سن الـ40 كده. طب بداوا يبحثوا في الموضوع، لقوا ان هو عباره عن كورونيك فارينجيو سوفيجايتس، يعني عباره عن التهاب في الفاركس والاسوفيجس. الايتيولوجي بتاعه هو انون خالص، محدش عارف، بس لقوا ان معظم الحالات اللي جالها بلامر فينسو سندروم ده كان عندهم ايرن ديفيشنسي انيمي، فابتدوا يربطوها بالايرن ديفيشنسي انيمي، وابتدوا يربطوها كمان بفيتامين ديفيشنسي. تاني الايتيولوجي بتاعه غير معروف السبب، ولكنهم جابوا كل الناس اللي عندهم، كل الستات اللي عندها بلامر فينسون سندروم اللي هو كورونيك فارنجايتس وإسوفيجايتس، جابوهم كلهم وبدأوا يعملهم تحليلات وأشعات وبتاع، فلقوا ان معظمهم عنده ايرن ديفيشنسي انيمي، فبدأوا يقولوا ان الموضوع سبب ايرن ديفيشنسي انيمي، ولكن ليس لهم دليل. الدليل اللي عندهم الناس ياما كان عندها فعلا ايرن ديفيشنسي انيميا. بيجي للستات في عمر الـ40 كده في الفورس ديكيت، جرادوال بروجريسيف ديسفاجيا، تيجي تبلع تقول لك الاول كنت ببلع كنت بواجه صعوبه، بعد كده ابتديت اواجه صعوبه قوي، بعد كده صعوبه قوي لدرجه ان انا مبقتش اكل لان انا مش عارف ابلع. ايه الساينز بتاعتها؟ ابدا بقى الساينز بتاعتها زي ما هقول لك كده بالظبط، عايز تحفظها يا AGGSS، AGGSS اكتب سكيمة حفظ كده، AG بالحروف اللي بيحب يحفظ بالحروف، AGGSS. اللي عايز يحفظ بالطريقة بقى اللي هو يتخيله كده، بص معايا، بص دي الشفايفة، هي شفايفة فيشرد مشققة، شفايفة مشققة على طول، افتح بقها طلع لسانها هتلاقي فيه جلوسايتس، دراي تونج، جلوسايتس. بعد كده هات التونج ديبريسور بتاعك ونزل لسانها، هتلاقي فيه اتروفاي في الميوكوزا بتاعت الفاركس. لحد هنا والكلام حلو. اس اس سبلينوميجالي، بص على السبلين بتاعها هتلاقيه كبير قوي، السبلين هنا هتلاقيه كبير قوي، بص على السبلين هتلاقيه كبير، بص على ضوافرها، هات نقطة مية، لو انت جبت نقطة مية وحطيتها على ضفرك كده المية هتزحلق، المية هتزحلق، لا هي ضوافرها ما بقتش عاملة كده، لا ده بقت عاملة كده، عاملة كده بالظبط كده. فانت لو جبت نقطة مية هتقف على ضفرها، بيقول لك ضفرها بقى شبه المعلقة، فعشان كده بقى اسمه ايه؟ سبونينج في النيلز. دوفر شبه المعلقه، كويلونيكيا. يبقى انت دلوقتي بصيت على شفايفها لقيت فيشرز، لسانها جلوسايتس، الميوكوزا بتاعت الفاركس ايوه اتروفاي، سبلينوميجالي، وشوف ضفارها هتلاقي فيه كويلونيكي. طبعا هتعمل بلاد بكيتشر، صورة دم كاملة، هتلاقي هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا بسبب انها عندها ايرن ديفيشنسي انيميا. هتخش في الفاركس بالسكوب هتلاقي فيه ستينوزس، كرونيك انفلاميشن وفايبروزس، كل شوية الفاركس عمال يعمل كده، عمال يضيق، هتلاقي الفاركس بيضيق. كومبليكيشن للموضوع ده الفايبروزيس يضيق فتحة الفاركس، فايبروزيس يعمل ستينوزيس يضيق الفاركس، ده كومبليكيشن.
كومبليكيشن التاني وده الاخطر، ان هم لقوا ان البلامر فينسون سندروم مهتمين بيه قوي عشان هو للاسف بري كانسرس لكانسر اسمه بوست كريكويت كارسينوما. يبقى الموضوع مهم ولا مش مهم؟ مهم. طيب يجي للعلاج بقى. العلاج اول حاجه تكتبها لي هتديها حديد وهتديها فيتامين بي عشان الانيميا. بعد كده هفضل كل شويه اخش بالاندوسكوب بتاعي اشوف الفاركس، لو دي اوسعه، لو دي اوسعه، وفولو اب عشان اديتكت لو في بوست كريكوت كارسينوما بدري الحقها قبل ما الموضوع يكبر. يبقى لازم الست دي تجيلي العياده كل شويه، كل شويه تجيلي العياده عشان اعمل فولو اب عشان اديتكت اي بوست كريكوت كارسينوما. وبكده يبقى انتهت حصه النهارده. تبقلنا باذن الله ندخل فيها الحصه الجايه ديب نيك سبيس انفكشن سابوريشن في الفاركس، اللي اتكلمت عنها حاجه بسيطه كده في الكومبليكيشن، وقلت لك في بيريتون سيلر ابسس وده اسمه كينزي، في بارا فارنجال ابسس، ريترو فارنجال ابسس، في بريفرتبرال ابسس، وحاجه اسمها لودفيجز انجينا. ان شاء الله الحصه الجايه القاكم. اهم حاجه الحصه اللي جايه جميله وعايزه تركيز كبير. خلوا بالكم من نفسكم. باي.